فالنهارده هنتكلم مع بعض عن الاكس راي ماشين. الاكس راي ماشين طبعا الجهاز المسؤول عن البرودكشن اوف اكس رايز، والجهاز اللي احنا بنصدره دلوقتي ده احد انواع الاكس راي ماشين الثلاثه المعروفين اللي هو الموبايل اكس راي ماشين. زي ما احنا شايفين الموبايل اكس راي ماشين ليه؟ عشان بيتحرك زي ما احنا شايفين كده، بنقدر ننقله على الفلور على الارض بتاعتنا، علشان كده سميناه الفلور موبايل او موبايل اكس راي ماشين. لو جينا بص للجهاز ده، هو بيتكون من زي اي جهاز اربع اجزاء اساسيه. نشوف بلاقي اول حاجه واهم حاجه في الجهاز بتاعي هي الاكس راي تيوب. الاكس راي تيوب دي الجزء من الجهاز المسؤول فعلا عن البرودكشن اوف اكس رايز، ودي بتبقى طبعا حاجه فاليبل جدا ومهمه. لو بصيت بيها بلاقي عباره عن انبوبه، الانبوبه دي او تيوب دي بتبقى زي ما احنا قلنا جلاس او ميتال مع الجلاس شيلدد من الداخل بالليد، وبيبقى كلها مبطنه او شيلدد بالليد ما عدا جزء بسيط اللي بيحصل منه برودكشن الاكس رايز اللي بنسميها الابرشر او الويندو. والويندو او الابرشر ده بيبقى فيه بعض الكيس اللي بقدر من خلالها اتحكم في الفتحه دي من خلال حاجه بنسميها الليد شاترز. يمكن لو شايفينها ندقق فيها كده بلاقي فيه اثنين شاترز كده بيتحركوا بالشكل ده، واثنين شاترز تانيين بيتحركوا بالشكل ده، علشان في النهايه يعملوا لي الفتحه اللي منها بيحصل البرودكشن. وده احد اشكال الكوليميشن اللي قلنا عليه، علشان اعمل نوع من الريستريكشن في البيم بتاعي اللي خارج ما يبقاش واخد مساحه كبيره دايفرج، بعمل له كوليميشن باستخدام الليد شاترز دول بتحكم فيهم بالبطنز دي. الاكس راي تيوب طبعا زي ما قلنا بتبقى محميه بالماتيريال دي، وبتبقى فيكسد بحاجه او حاجه بتشيلها مسؤوله عنها اللي هي بنسميها التيوب ستاند. التيوب ستاند يمكن تاني ستراكشر من الاكس راي ماشين. شكل التيوب ستاند يمكن هو اللي بيحكم لي نوع الجهاز، وفي ثلاث اشكال مختلفه ممكن يبقى على حسب اذا كان الجهاز صغير بقدر اشيله وافصله عن بعض اللي هو بيبقى في سمول تيبل توب تيوب، دي بتبقى حاجه اقدر احطها على المكتب. لكن اللي قدامنا ده التيوب ستاند بتبقى عباره عن بيس كده فيها عجل علشان الجهاز يقدر يتحرك، والتيوب دي اللي هي بتقدر تعمل لي سبورت للاكس راي ماشين. اما الجزء الثالث والاساسي جدا من الجهاز وهو الترانسفورمرز. الترانسفورمرز ده هو مجموعه الترانسفورمرز اللي بتعمل لي نوع من الريجوليشن في الالكتريستي كارنت بتاع الجهاز، تبقى موجوده هنا في الجزء ده كده من الجهاز، ويمكن هي اللي بتعمل لي الهيفي ويت بتاع هذا الجهاز وبتقله. وبتبقى طبعا انواعها او اشكالها الثلاثه ما اقدرش افسرهم هنا، لكن معروف ان في هاي تنشن ترانسفورمر وفي اوتو ترانسفورمر بيبقوا موجودين هنا عشان يعملوا لي الادجستمنت. اما الجزء الاخير والرابع من الاكس راي تيوب فهو الجزء اللي انا من خلاله بعمل الفانكشننج او الاوبريتنج سيستم مع الجهاز، وده اللي انا بسميه الكنترول بانل، الجزء اللي انا بقدر اتحكم فيه في الجهاز سواء بشغله او بطفيه، بعمل سيليكشن للكيلو فولتج او الملي امبير، بالاضافه الى اهم حاجه منه اللي هو البطن اللي انا بعمل بيه الاكسبوجر، وده بيسموه اكسبوجر بطن. وزي ما احنا ملاحظين بلاحظ الاكسبوجر بطن بيبقى متصل بالجهاز بكيبل او واير طويل بالشكل ده، وده ليه؟ علشان انا اما اجي اعمل الاكسبوجر ما ابقاش جنب الجهاز مباشره، وبالتالي قريب من الاكس رايز يبقى فيه فرصه كبيره للاكسسيف اكسبوجر للاكس رايز. فبنعمل الكيبل ده علشان لما اجي وقت الاكسبوجر اكون انا بعيد عن الجهاز وبعمل الاكسبوجر بالشكل ده. وهنلاحظ ان الاكسبوجر بطن ده بيبقى الاول فيه اول بريس خفيف كده، ده بيعمل لي هيتنج في الفيلمنت، وبعد كده لما بكمل البريشر بعمل انا اندكشن للسيركوت، وبالتالي بيحصل برودكشن اكس ريز. فمهم جدا ان انا لما اجي اعمل الاكسبوجر بتبقى على مرحلتين، المرحله الاولى بعمل هيتنج للفيلمنت عشان اجهز كميه الالكترونز اللي هتخرج، وبعد كده المرحله الثانيه البريس الاخير اللي بيقفل الدائره الكهربيه ويخرج بعد كده الاكس رايز. الجهاز طبعا زي ما شفنا علشان اشوف انا عمليه الاوبريتنج بعمل اوصل الالكتريستي باحد مصادر الكهرباء، ونلاحظ طبعا ان كفاءه الجهاز وقدرته بتبقى مرتبطه حتى بشكل الكيبل بتاعي. بعمل انا سويتش اون للجهاز بلاحظ على طول ان الكنترول بانل بتاعي اصبحت اكتف بالشكل ده، في عندي بتشمل السويتش بتاع الاوف والاون، وبتشمل الكيلو فولتج سيلكتور،
وبتشمل الميد امبيرش نتورك بالاضافه الى الاكسبوجر بطن. لما باجي انا اعمل هنا ادجستنج للكيلو فولتج او الميد امبير بلاحظ ان في كورليشن ما بين الاثنين، وده بيحكم لي اختيار الكيلو فولتج والميد امبير الاورجن اندر اكزامينشن. يعني انا لو بصور الهيد غير ما بكون بصور الفور ارم او الهاي بيمز او الابدومين او الشيست. انا بختار الكيلو فولتج والميل امبير على حسب الاورجن بتاعي، هل الاورجن ده هيحتاج كيلو فولتج اكبر وميل امبير اقل ولا العكس. ده بتبقى حاجه متروكه للكريديوجرافر انه يختارها على حسب الاورجن بتاعه. لو جينا نشوف جهاز زي الموبايل اكس راي ماشين ده بالنسبه للرينج اوف يوز بتاعه، فطبعا اللي بيحكم الرينج اوف يوز بتاع اي جهاز هو الاوتبوت بتاعه. عندنا جهاز زي ده الاوتبوت بتاعه اقصاه هنا عندي بالنسبه للكيلو فولتج 90 كيلو فولتج، والميل امبير بيوصل تقريبا ل 125 ميل امبير، وده بيخليه بالنسبه لاستخدامي في بالكفاءه دي بيبقى محدود على كل السمول انيمالز. يعني ممكن اشتغل انا على اي مكان في الدوج والكات والشيب والجود، وبالنسبه للارج انيمال بيبقى استخدامه ريستريكتد على منطقه الهيد واللمس، ويعني جزء كده من اللمس لغايه منطقه اللي هي الفيت، يعني لغايه الميتا كاربال او الميتا تارسال او الكاربال والتارسال ريجون. لكن بالنسبه لمنطقه الابدومين والشيست والسباينز والفيرتبري والحاجات دي فبيبقى ما بيقدرش يجيبها كويس، لان بتبقى محتاجه كيلو فولتج اعلى من كده، فبنستخدم في الحاله دي الفيكسد اكس راي ماشين. الفاسيلتيز اللي بتنفعنا في الشغل وهي حاجه اللي هي الميترز. الميترز ده ليه؟ لان المسافه ما بين الاكس راي تيوب وما بين الكاسيت بتاعي المفروض ان بيبقى لها رينج معين. في الفيترينري ميديسين انسب حاجه بتبقى من 70 ل 90 سنتي، بتبقى برضه مناسبه عشان تديني اكس راي فيلم اوف جود كواليتي. زي ما قلنا علشان انا اقدر اتحكم في الاكس راي تيوب كويس، المفروض ان احنا بنعمل حاجه اسمها كوليميشن للاكس راي بيم، وده بيتم باكثر من شكل، منهم واهمهم الليد شاترز اللي موجوده هنا واللي بتحكم لي زي ما احنا شايفين كده الفتحه بتاعت الويندو او الابيرشر. يمكن بتبقى واضحه قوي لما باجي انا اعمل عمليه الراديوجرافينج، بلاقي في حاجه كمان بتبقى سبلايد في الاكس راي تيوب وهي حاجه اسمها لايت بيم دايفرام، بلاقي في لمبه موجوده جوه بتعمل لي فيجواليزيشن للاريا اللي انا محتاجها على الكاسيت، وبيبقى فيه السنتر عشان اقدر اتحكم بيها كويس. والليد شاترز زي ما احنا شايفين اهيت بتحكم لي المساحه بتاعتي على الكاسيت علشان اعمل حاجه اسمها انسيسري الراديشن، يعني الجزء بس المطلوب. حتى ان انا في بعض الاحيان بحتاج اقسم الكاسيت، فممكن مثلا الصوره دي تبقى على النص الاولاني بالنسبه للكاسيت، اقدر اعملها بالشكل ده واخد فيو ثانيه على نفس الكاسيت. يعني انا اقدر بالشكل ده ابقى انا استغليت الجزء ده من الكاسيت، لكن الجزء الثاني اقدر في بروجيكشن او في فيو ثانيه اصوره بالشكل ده. انا خدت اثنين فيو على نفس الاكس راي فيلم، وبالتالي ابقى وفرت الفيلم علشان اقدر اعمل منه دبل بروجيكشنز او دبل فيوز.